برعاية دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني وتحت شعار القيادة، تحيي هيئة الإعلام والاتصالات الحدث الإقليمي لليوم العالمي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات ورعاية حصرية من شركة آسيا سيال للاتصالات. ندعو الدكتورة شهباء أحمد مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة والشباب والرياضة لارتقاء المنصة وإلقاء الكلمة بهذه المناسبة، فلتتفضل. السيدات والسادة الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء أنقل لكم تحايا وسلام دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني المحترم، الذي وجه بدعم وتأييد لكل مخرجات وتوصيات المؤتمر، مؤتمر اليوم العالمي للفتيات، وبما ينسجم مع تحقيق التنمية وتمكين الفتيات. نحن نؤمن بأن هذا التجمع سوف يكون مصدر إلهام لتجمعات قادمة تركز على كل ما يخص تطوير وتعزيز واقع الفتيات في العراق. في ظل عالمنا اليوم الذي يشهد تقدماً تكنولوجياً هائلاً، أصبح التحول التكنولوجي جزءاً لا يتجزأ من حياتنا وواقعنا. اليوم مشاركتنا مشاركة فعالة بمناسبة يوم الفتيات العالمي في مجال التكنولوجيا والاتصالات. هذا اليوم الذي يركز على مشاركة الفتيات في مجال التكنولوجيا والاتصالات، ومشاركتنا احنا اليوم مشاركة مميزة وإيجابية وفعالة، حيث نسلط الضوء على الفتيات ذوي الهمم، الفتيات اللي تعاني من الصم البكم، الاحتياجات الخاصة، الإعاقة البصرية، حتى نسلط الضوء على هذه الفتيات وتقبلها، حتى يكون عندها مجال واسع في مجال التكنولوجيا والاتصالات، حتى تتقبل تكون قائدة ذاتها، والقيادة الذاتية هي تعزز الدور الإيجابي مع توافقها مع الآخرين. اليوم العالمي للفتيات اليوم حقيقة تظاهرة علمية مشرقة في تاريخ الفتيات وتاريخ المرأة العراقية، اللي ترعاها هيئة الإعلام والاتصالات، وبحضور كبير لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق تسليط الضوء على المشاريع التكنولوجية الناجحة فيما يخص تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. أهمية هذا اليوم تكمن في أن العالم اليوم مقبل على تطورات و تقدم غير مسبوق في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. القياس تحضر الأمم وقياس تحضر الحكومات يقاس بمدى البرامج المقدمة للنساء والفتيات.